احلى الماكله تاعها بصح ماشي غير داك النهار خاصه البرومي جونفي خاطر البرومي جونفي خاطينا احنا احنا عندنا اول محرم نستعملوها ناكلوها لا احنا ولا الناس بصح في الاعياد المسيحيه اللي ماهيش اعياد نتاعنا ما نستعملوهاش نوخروا عليها داك الاسبوع ماشي مليحه هذه ماشي مليحه ولا يوجد كلمه تعبر يعني لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب الا دخلتموه يعني هذا امر مؤسف احنا مسلمين لازم هذه الظاهره نجتنبها نهائيا ونوعوا الناس كان الناس اللي ماش عارفه هل انت غير راس العام هذا غريب ذاك الجور دو لون اللي تدير واحد الاكله اللي تناسب المسيحيين باغ اكزومبل لي غاتو وصوالح وذيك احنا عندنا على مدار السنه احنا كمسلمين على مدار السنه ولي ولهذا ذاك المثل الشعبي اللي يقول لك اللي في يدو كل يوم عيدو احنا يا اخوتي مسلمين هكذا وما نجموش نديروا هذا الصوالح كيما هكا باسكو احنا يا مسلمين ودوله مسلمه وهذا الغبيش هذه اللي راهم يديروها انا بروحي راهي خلعتني لا باس تاعنا تاع الدين ما حاجه انتوشابل كيما نقولوا هاد لي جون لي جون اللي تبعوا فيهم وتحتفلوا معاهم بالريفيون عايروا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش حنا غادي نحتفلوا بالنهار الزياده تاع ماشي النبي هما يقولوا الرب استغفر الله يا ربي هذاك النهار لو 25 ديسمبر و5 ايام بعد سي لي جورني دو نيسون دو ديو حنا خاطينا خاطينا هذاك الشيء السلام عليكم حاجه اللي مشيت تاعنا نعرف بلي ما غاديش تجيب لنا حاجه مليحه لينا هنا غتجيب لك يا حاجه تاع الشرك يا حاجه تاع مضره بالصحه هادو الصوالح وهذه راهي رايحه للشرك حنا ماشي من الدين تاعنا هذه وفيما يخص هذه العاده تاع لابيش هذه يا خويا احنا مسلمين ماشي من العادات تاعنا ومن التقاليد والرسول صلى الله عليه وسلم راه يقول قال لنا باللي يوم القيامه المرء يحشر مع من يحب هذه بالنسبه لهذه تاع احتفال بعيد راس السنه هذه احنا من الرجوع الاصل فضيله احنا والدينا وجدودنا ما عايدوش بلابيش تاع كما قلت بابا نويل برمي جونفي نتمنى هذه الظاهره تزول ونحتفلوا بالمواسم الرسميه اللي هي من عادتنا وعاده جدودنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم أكملت لكم دينكم كمل علينا كل شيء وهذه لابيش من المحرمات وفيها فتنة ومن تشبه بقوم فهو منهم عندك قاع العام تشري قاع العام وتشري في الباتيس ماشي مشروط في ذاك النهار ونطلب الناس تتوعى في هذه النقطة هذه خاطش كاين اللي يقول لك لا قاطو جبل الصغار قاطو الصغار راه قاع العام ماشي غير في ذاك النهار تسمى لك الانسان يتبع العقيده تاعو يكون فيغ بالعقيده تاعه يكون فيغ بالحاجه تاعه ما نروحوش تبعوا حاجه خطيتنا مين يفوتوا ايام اخرى نديروها في الحفلات نتاعنا نديروها في وين ما نديروها بصح في الاعياد المسيحيه ما نديروهاش لخاطر ماهيش من الاصول تاعنا هذه والوعد الهي في ديننا حنا ثاني نقلبوا ديننا كنا نقلبوا ديننا ما يصرنا والو ماشي لازم نغير في ذاك النهار حنا باش نفرقوا بيننا وبين المسيحيين حنا ماذا بينا قال اللي يديروها المسيحيين في ذاك النهار حنا نيفيتوها هذيك ماشي من العادات تاعنا والتقاليد تاعنا